السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. اليوم احنا يا شباب في زيارة لمزرعة العم أبو صبوح الحريري. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا عرض وعينة من عند عمنا أبو صبوح الحريري. طبعا عمنا أبو صبوح قرر يجرب أعلاف النمر. احنا قبل المرة عملنا دعاية لشركة النمر للأعلاف، وبعض الشباب بالتعليقات يقول لك يا أخي لازم يكون في تجربة. طبعا احنا يا شباب ما نعطيكم إلا النصيحة الصادقة إن شاء الله. احنا شفنا الاسعار وراح اكيد راح يكون في تجربه، لسه راح نعمل زياره للمزارع اللي تستخدم علف النمر ونشوف النتائج. مثل ما وعدناكم شباب، علف النمر على التجربه ان شاء الله. الناس كثير مدحت منها، واليوم عمنا ابو صبوح قرر يجربها. ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. هاي ابقار هولنديه يا شباب والمانيه عند عمنا ابو صبوح الحليب، ابقار حليب عاليه الجوده ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. هاي وداني بطنين، هو هذا التالي شايل الثالث. شايل الثالث، اللهم صل على النبي. ده 15 هي هولنديه مو هولنديه؟ ما شاء الله تبارك الله، هولشتاين. الصلاه والسلام على رسول الله. خشانه والله، عملاق ترى يا شباب. ايمن طوله 180 سم، ها يعني مشان ما شاء الله تبارك الله، بقره خشنه. اللهم صل على محمد. هاي ايش قد حليبات ايمن؟ حليبات بارك من الله، هي باقي فوق 40 يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نقول 40 ان شاء الله. بسم الله الله يبارك. ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. بقرة طيبة يا شباب، ما شاء الله ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. وهاي الثانية ايمن، هاي الثانية بطل، هاي القرعة اجنبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عروض طيبة اليوم يا شباب، عروض طيبة باذن الله عز وجل. هاي قرعة ها؟ اي هاي شو يقولها، فرنسية ولا شو هاي؟ لا هاي اجنبي. اجنبية. هاي المانية. المانية ها؟ والدي بطل وهذا الثاني. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. هاي ثاني بطل. ثاني بطل. ما شاء الله تبارك الله. شقد لسه وبدها وتولد ايمان؟ لسه بدها 13 يوم. اللهم صل وسلم. هاي من الاجنبي جبناهم من برا. ما شاء الله تبارك الله. ضربه طيبه. عطني بكري 34 هلا. يعني اللي ما يشوف فرطي فكره عجل ما شاء الله. اي أيوة والله. الصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. يعني نقدر نقدر حليبه ولا لا؟ لك انا شفتها عادي. نعم. شقد كانت؟ عطني يعني اول بطن 34. 34 كيلو حليب. اول بطن هلا الثاني. وهاي الحمراء ما شاء الله اخوي. هاي عشر وحليب. عشر وحليب. حليب. ايش قد عشرة تقريبا ايمن؟ هاي عشرة خمس شهور. خمس شهور. كفالي. لسه بدها ايش قد، اربع شهور اولاد؟ لسه بدها اربع شهور. نعم. هلا عشرة خمسة وفيها 20 كيلو حليب. ما شاء الله تبارك الله. 20 كيلو حليب عشرة خمس شهور، أول بطن. اللهم صل على بكير أول بطن. والدي بطن وشيلته هلا الثاني. قرعة حمراء ما شاء الله منظرها حلو. اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. اثنين حليب يتم. طيب يا شباب، محلبة طيب ما شاء الله. ما شاء الله. إي نعم. لونها حلو. من هيك ما ضل. اي والله حلوه، لونها حلو والله يا ايمن. ما شاء الله. هلا فرجيك بنته. اللهم صل. بنته حمراء وبيضاء. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك. هاي من الاجنبي. هاي تنين ولداني. ثاني بطن. ثاني بطن. اللهم صل على محمد. حليب كفالي 32 كيلو. 32 كيلو. وراها عجل. ما شاء الله وراها عجل. ايش قد عمره العجل؟ عمره 20 يوم، عجل سمنتال. ما شاء الله تبارك الله. سمنتال العجل. اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. كفالي 32. كفالي 32 كيلو. 32 كيلو. شو قد تاكل باليوم هاي تقريبا؟ بعطيها 13 كيلو علف. 13 كيلو علف. ايه. اللهم صل على محمد. شنو سنها ما شاء الله هاي؟ هاي الثالث. ثالث بطن. ايه بطنين وهاد. ثالث بطن ما شاء الله تبارك الله. شو قد بيها حليب هاي ايمن؟ فيها 38 40 كفالي. 38 كيلو كفاله. بس ما يتغير العلف او تغير الخدمه. هلا عم ندور على علف النمر، ان شاء الله اموره ممتازه. ان شاء الله نجرب علف النمر ونشوف النتائج. انا بعد اسبوع اقول لي الو اجيك. ما في مشكله. الله يبارك لك. هاي وراها بكيري. وراها بكيره. ايش قد عمرها عجلتها؟ عمرها 15 بقى. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لكم يا ايمن. الله يرزقكم. شباب دائما الحلال اسكت الصلاه على النبي. يعني يصاب بالعين الواحد لما يشوف يذكر الله سبحانه وتعالى حتى ما يغلب عليه الشيطان. دائما يذكر الله يقول ما شاء الله تبارك الله. وهاي تنين ولداني جديد؟ اي نعم. فيها بركه فوق 30. هاي ثني ها؟ ثني. نعم. ايش صار له ولدانه؟ صار له اسبوع. اسبوع. اذا 30 كيلو للسلمه الا اكثر. اكثر من 30 كيلو حليب. باذن الله. بسم الله. اللهم صل على محمد. والله حلوه هاي. حتى بياضها اكثر من سوادها. مو دائما هيك مرغوب البياضها اكثر من سوادها ايمان؟ لك مع الحليب. نعم. اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. حلوه والله، حلوه حلوه ايمان، ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقكم ان شاء الله يا ايمن. الله يبارك لكم برزقكم ان شاء الله، يجعل وجهكم خير ووجهنا خير عليكم ان شاء الله دائما وابدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هاي الابقار موجوده يا شباب، اللي له مصلحه يتواصل معنا. وبالنسبه لعلف النمر يا شباب نجرب، في ناس مجربته والله يجزاهم الخير، تواصلنا معاهم ورحنا لعندهم وعملنا لهم زياره وقالوا لنا علف النمر ممتازه، والان عمنا ابو صبوح بده يجربه. ان شاء الله خلال اسبوع يعطينا نتيجه. هذا اجى اقرع خلقه. خلقه. هذا امه الحمراء؟ لا هاي امه الحمراء.
هاي بنت الحمراء هاي يا اللهم صل على هلا فريق امهاتنا هذول موجودات ما شاء الله هذن للبيع وكذلك لحالهم ولا مع امهاتهم لا مع امهاتهم نعم اللهم صل على محمد هلا بالنسبه للاسعار ايمن يعني اذا تعطيني مثلا من الى البقر الحليب ايه من 32 ل 35 36 من 32 وانت طالي من 3200 دولار الى 38 38 36 نعم وفي ب 3000 كل شيء بسعره وفي مراعاه ان شاء الله لك ان شاء الله الله يرزقكم يا ايمن ويبارك فيكم ان شاء الله اهلا وسهلا اللهم صل على محمد والله يا شباب يعني طاعه نظيفه ما شاء الله تبارك الله عجول كويسه صلاه والسلام على رسول الله هاي قرعه خلقها لك خلقت عندكم قرعه خلقه كان ما لفجيك امهاتكم كلها ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لكم يا ايمن الله يسلمك ويحفظك الله يبارك لكم ويرزقكم الشباب اللي له مصلحه يتواصل اللهم صل على ثاني بطن هاي ثاني بطن ما شاء الله تبارك الله هاي حبيبي الشباب ثاني بطن ايش قد لسه بدها تولد ايمن بدها خمس ست ايام خمس ست ايام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبي الطيب تورم بس اي نعم ما تنتفخ من الجناب بس من تحت لك تحصلها نعم هاي اسمها طيبة اصل ما تاخذ على الجناب يعني لا اي نعم اللهم صل على محمد انا طلعت فكرت ما هي عشرة لا الله عشر بركه